ادري شو كنت اخذ. احكي انا ادمون مساك، ادمون ديرين مساك من غزه، اهدي سلامي الى جميع اخوتي كيركور وجابي في الكويت، واولاد عمي سعد في ليبيا، وفريج حلم الطرزي في، واخواته الين ونهى في مصر اللي بيدرسوا. وفي نفس الوقت بطمنهم علينا جميعا انه احنا بخير والحمد لله، بشرنا اعمالنا وفيش عنا اشي ناقص. من وين انت؟ من غزه؟ لا اصلا من يافا. من يافا. وشو عمرك؟ 38 سنه. 38. ويا بن سليم شاذا بالحرب قديش كان عمرك اللي وين دشرت يافا؟ 17 سنه. تشارت اي مزخرف يافا؟ تذكر يافا؟ ايوه كويس كويس. بذكر ايش كنت عامل؟ كنت موظف في سيتروس بورد. اول قبل ما اكون موظف في سيتروس بورد اشتغلت في دائره شؤون العمل اللي هي مخليكه افضل هم مشلتي. اوكي ان شاء الله. كم ولد يمش لك؟ 2. بالكام عقدول؟ 5. 5. ولمد ببيت سفر او بجان؟ لا ستيل. كم اخي مش لك؟ 2. 2. بن كام؟ بني كام قديش عمرهم؟ واحد عمرها 5 سنين وواحد عمرها 3 سنين. انت متقاقع ليافو؟ هتعرف تسلح زورتي ليافو لبعيد؟ بنحب نزورها في سلام واحنا نكون عايشين مع بعض ومع اخواننا وهذا. ايفو تعرف تسيطر ليوت؟ بو بعزة او بيافو؟ المطرح ما كان شغلي هلا كويس. ايش هو بدك شافك بالسيدة؟ اوكي. اي ما فيش كرات. ايش في هون؟ طحين. طحين؟ تبع مين ولا وين؟ تبع وكالة. لمين بتاخذه؟ إنا. من وين؟ من الوكالة. شو هذا وكالة؟ منها سخنوت. كنيتها اشتريتهم؟ لا من الهيئة هم بيدونا اياه. زيها من نوت حلوكا. قديش في هون؟ قديش؟ كم كيلو؟ كم رطب؟ قديش؟ كم كيلو؟ 40. 40؟ كم نفر؟ لكم نفر؟ 8. 8 نفر؟ 40 كيلو لكم زمان؟ كل 15 يوم. كل 15 زي 40 كيلو. قديش قديش بعطيك قبل الحرب؟ قبل الحرب قديش؟ زي ما هو. كله زي ما هو. كله. طيب روح يلا. شكرا. شو اسمك انت؟ حسين ابو حليقه. وشو شغلك؟ كندرجي. وفي شغل الان؟ لا هلا فيش. فيش. وشو تعمل الان؟ لما صار شغل بنشتغل. كيف بتعيش؟ لما ما في تموين من الهيئه لاجئين احنا. انت فلسطيني؟ لاجئين. من وين؟ من يافا. بعد من ورا انت. وشو وكيف تعيش الان؟ بعد من ورا. كيف تعيش؟ ايش بالمؤن تاع اللاجئين؟ ما هو مغلي. ما هو مغلي. طيب قول لي كمان ايش قلت؟ ايش قلت هلا؟ ايش سألك وايش جواب؟ بقول لي ايش بتشتغل يعني؟ نو ايش قلت؟ كندرجي. سخنوت صارت تسوكا. لا لا بشدها بالميماء وخير شاب. من وين بتعيش؟ مين بيعطيك اكل هلا؟ من اللاجئين الهيئه. تموين تموين بتوزع علينا الوكاله يعني. منو شو بتيم لها؟ ولا خليل. وفي شر؟ ليش في شر؟ ولسه عشان الحالة لسه. عمر قدين حيم لو حزروا لجمري اللي مسلوا لها. أناشيم لو كغيم نعلاين. عمر شالتي وده زي عمر زي لكرات. طيب طيب شكرا. شو اسمك؟ أنا طالب. طالب؟ شو في في ال... أنت طالب ستودنت. وين في وين تدرس؟ بدرس في مدرسة الثانوية. مدرسة الثانوية؟ بتسفر بأونيفرسيتي. وكيف إذا شنا؟ قديش عمرك؟ عمري 17 سنة. 17 وانت طالب؟ وانا الطالب. انت تلميذ هلا لسه؟ ايه ما بنقول عني تلميذ. انا في الثانوية يعني بنقول على غير طالب. انجليش تعرف؟ درست انجليش؟ قلتل قلتل يعني قليل. What did you learn in English؟ Which book؟ بتعلم يعني فرنسا. فرنسا تعرف؟ قليل يعني. ايش تعلمت بالانجليزي؟ ايش تعلمت بالانجليزي؟ قليل يعني بتعلم. ماذا قليل؟ معات. خشبون خشبون؟ حساب تعلمت؟ تعلمت؟ لا لا اصبر. شو تعلم؟ شو تعلم؟ ايش تعلم؟ في المدرسة ايش تعلم؟ انجليزي. انجليزي وكمان ايش؟ وكمان بعدين فرنساوي. صرفتي. وبعدين؟ بعدين اللغة العربية وكيمياء. طبيعة. كيمياء وطبيعة وفيزياء وأحياء وتاريخ جغرافيا وكيمياء. جغرافيا وكيمياء. كان ذا بينوت يا شفت شالته ما ولمد بخشبون انا لغه الاجنبيه ما ولمد بيستويا. ايش تعلمت بتاريخ؟ تاريخ عن ال على انه سنين تعلمت تاريخ العربي. تاريخ العربي بس العربي بس هاي يعني المنهج بتاعنا يعني. كيف من انه سنه لانه سنه تعلمت فيش يعني
ايمتى يعني بديت تتعلم تاريخ من انهي السنه لغايه؟ ما هو على المناهج يعني كل مدرسه كل مرحله. تعلمت الاخر دروس بتاريخ؟ اخر شيء بالتاريخ. تاريخ اخر شيء اللي تاريخ السنه عن الهدى على ايام زمان عن الرسول وال يميها شلحي تاريخ العرب القديم. تاريخ العرب القديم الان 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 تدرس الان؟ الان لا ما فيش دراسه فدسنا يعني اخذنا على البيت فطيم. ومين مين كان مغشله؟ مين كان الاستاذ تبعك؟ اساتذه كثير يعني وراحوا. فين راحوا؟ مين من مصر؟ من مصر ساكن هون في الشجاعيه. اساتذه من مصر ولا فلسطين؟ من هون في من مصر وفي من فلسطين. ليش متين ليش فلسطين؟ انت بده تدرس كمان؟ بدك كمان تدرس هلا؟ بندرس بس هلقيت احنا في فدوس فرصه عطله يعني خلصنا الامتحانات اخذنا عطله. شغلت المدينه اخشاب يا خير دول اخوفش قدار. طيب ماشي ما شن شرحة ما شن شرحة محمد من أي فوتة من قديرة من قديرة ما سيتا بقديرة أيتي وبيدت ال جوجانسكي بس ب برخوبة كم كن ما بعد تشام بباردسيم كن بس ال شو سيو بما توصي أخشاب أخشاب يعني إن أبو دا أخشاب ما سيتا لفنا من الخمار أيتي وبيت بو بما بقصارة بنيت البنوت بنيان وعشان ان شو عبوده عشان هنا عبوده ما هي توصي ببنيان طيح بنا ولا ايش بنا ايش بنا معلم دبر عبريت انا عايز ادبر ايتو عبريت ما كنت بقى انا ادبر ايتو عبريت عشان تجيب لي كم سنه انت فوق من 48 من الملحمه كان 48 وكل الزمان انت مكبل تميخه من سخنوت السعد والتسوقه من يوم كان فوق انت مكبل مزون كمخ وזה انا مكبل اخشاب اين اخشاب ما اين اخشاب انت ابو ما زين ما اونغا انت مكبل كان انا مكبل عشان تجيب لي ما كل السنين الا انت اتغاغت على جدره رصيت على زور لا انا رصيت على زور بس انا لي خلصوا انت اوهبت جدره كان انا اوهبت جدره وما انت زخرت ايام هم انا زخر بטח اني زخر نو تصبر كذا على ايام هم ما اخشاب لو يخليهم يسبر ويخليهم يخزور لاما لو يخليهم يسبر يسبر يخليهم لا اخشاب يخليهم يخزور بس يسبر اخ هيا از انت زخر هيا اخي توبه لاما يا اخي تو هيا كلهم يחד بان شو دبر ماشي للكيس עבודה הייתה בסדר אז? הייתה בסדר עבודה. היו לך ילדים אז ואישה? לא, עכשיו רק יש. עכשיו כן. כמה ילדים יש לך? יש לי עכשיו 3. והכל בסדר? כן, הכל עכשיו בסדר. כמה נשים יש לך? יש לי 5 נשים. 5 נשים? כן. אתה הרווחת פה אותו מספיק? אבל עכשיו אין אפילו מילים. עכשיו אין... טוב, חיי עכשיו, אתה יודע מה, עכשיו אין לי מה להתגלח. אין לך מה להתגלח? בחיי. كل كيسف زين هلا ايه فاكر برحنوا وباو ما لما برحنا تدري ايش ايش عربيين اليوم باسرائيل ايش عربيين ايش ولا يقولين نخزور شمال ولا يم يا سلام ولا هلا قول انا بسمع يا ام محمد بسال عنك اني منطقه كانت محمد خبرني يا ام الله يمد بعمرك يا ام الله ينشلك محمد سالم سلام الخضري خبرني يا ام خبرني وين انت ايش صارت في احوالك يا سامعين الله ومحمد رسول الله تخبروني ايش صار في محمد سالم سلام الخضري اخذوه من المستشفى الشفا هو بيشتغل في الحميات من مستشفى الحميات محمد اسلم واداك ببيع 100 ليره ايش هذا ايش هذا سيجاريوت سيجاريوت انديا سيجاروت عربي سجاير هذه بالليره 100 ليره شو 2 ليره اسرع